أعزائي صباحكم سعيد، ومن ضمن دائما يمكن أهداف والأشياء اللي بنحب نقدمها من خلال برنامجنا موضوع الثقافة، وإنه نسلط الضوء على المثقفين وعلى إنتاجاتهم. اليوم راح نسلط الضوء على كاتبة أردنية، وكثير ننبسط لما بتكون كاتبة، لأنه يمكن قليل لما نلاقي كاتبات ما بين الكم الكبير من الكتاب. لكن اليوم الكاتبة أيضا هي مش بس متخصصة بالأدب، لكن هي بتمارسها كهواية لأنه هي أصلا مهندسة. رح نحكي اليوم عن الكاتبة نداء أبو الرب وعن إنتاجها لكتاب دهاليز، وهو عبارة عن نصوص أدبية متنوعة ما بين السجع الأقرب إلى الشعر. لكن رح نتعرف أكثر على هاي التفاصيل من خلال ضيفتنا الكريمة بهالصباح. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الورد، أنا يسعد صباحكم يا رب. بداية طبعا الهندسة والكتابة يمكن يعني بعد عن بعض تماما، احنا عم نحكي بعلمي وبنحكي بأدبي، شيء مختلف تماما. لكن قديه ممكن يكون المهندس حتى اللي بيتعامل بلغة الأرقام عنده حس أدبي؟ هي دائما الشهادة مفصولة عن الهواية بشكل عام، لكن بتحسي الإنسان حتى لما بتخصص شيء معين، حتى لو علمي، حتى لو طب أو هندسة، في الأخير بيروح بلحق الموهبة وبيحاول قد ما فيه يسقلها. هلأ كيف بتفيد الهندسة؟ مثل ما أحيانا بسمع تعليقات أنه بتهندس الحرف، يعني ممكن يكون اللي هي التفكير خارج الصندوق، حتى في تقديم مقالة أو نص أدبي معين بتلاقي حالك أنك عم حابة تقدم الفكرة بطريقة شوي مختلفة عن الدارج. ممكن أنا هذا الشيء اللي استفدته، بس ما بعرف إذا هو له تأثير أو أنه الواحد بصير يتأثر بحكي الناس أنه لا عم بتهندس الحرف وهيك. لكن أكيد هو العلمي مفصول عن الأدبي تماما، لكن مش غلط الواحد يسقل موهبته حتى بالإضافة للشهادة العلمية. من أمتى بلشتي تكتبي؟ يعني وهي يمكن مرات هاي الهواية من الطفولة ببلش الواحد عنده هيك ميول للكتابة. صحيح، هلأ أنا بلشت يعني أكتب القصص والخواطر البسيطة من عمر 9 سنين. هلا ضليت هيك طبعا طول المدرسة أحب أشارك مسابقات قصص قصيرة وهيك. في الجامعة لما درسنا الهندسة طبعا بتحسي إنه في بعد بصير فيه، يعني بدك تركزي على الدراسة وهيك. لكن مع هيك نشرت مقالات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وضليت استمريت في الكتابة مع منتدى أدبي كان وقتها طالع، يعني الصيت على منتديات الأدبية مثل ستار تايمز، كتبت فيه طبعا تحت أسماء مستعارة، لكن كنت مشرفة على القصص القصيرة ومنتديات ذوي الاحتياجات الخاصة أكتب عنهم. فهي يعني استمرت يعني، لكن بعد الزواج صار في انقطاع طويل على الكتابة، انشغلت كتير، رجعت لها عادت بال 2015 وعملت صفحة مجلة نداء على الفيسبوك، والحمد لله نجاحها واستقطابها لمئات آلاف المتابعين هو اللي خلاني أرجع أفكر في الكتابة مع منصات أدبية، مدونات الجزيرة، منطقة المرأة العربية، وحاليا مع سواليف أحمد حسن الزعبي. فهي يعني بتحسي إنه ستبس، يعني بتكون مبلشة من الصغر، مش فجأة الإنسان بقرر بيحكي لك أنا بدي أصير أكتب. يعني هي بالنسبة لي أنا كانت بلشت من الطفولة. يعني لما قلتي إنه انقطعت فترة بسبب الزواج، يمكن هيك عشان هيك أنا بقول بنكون مبسوطين لما بنشوف كاتبة، لأنه بالغالب بتاخذها الحياة والانشغال والمسؤوليات. صحيح. فبتبعد عن الهواية اللي هي بتحبها. صحيح كلامك. نحكي عن دهاليز نداء بشكل موسع طبعا، وهو يعني نصوص أدبية من دهاليز الحياة، يمكن من هون إجا اسم دهاليز. صحيح، هي لأنه فيه تنويع، يعني انت في حياتنا نحن، او حتى بدي احكي عن حياه او اي حد اي شخص، دائما نحن بنمر في دهاليز كثيره، لانه الحياه مش رماديه، اسود وابيض، فانت بتشوف حالك عم بتفوت في كثير دهاليز لحتى تكتسب تجارب من الحياه. من هيك حبيت اسميه دهاليز لانه ما كان مخصص عن موضوع معين، كان شوي شامل وحكى عن كثير اشياء في حياتنا، فكان لازم يكون اختيار العنوان مناسب للمضمون. جميل جدا. يمكن أنا بدي بدنا نسمع إشي منك من خلال إن شاء الله، وخصوصا إحنا عم نحكي عن نصوص أدبية هي خواطر أقرب خواطر سجعية، في شيء كان في سجع اللي هو الشيء القريب للشعر، مع إنه أنا ما بحب أحكي أنا بكتب الشعر، لأنه الشعر لازم يكون موزون على البحور وهيك، لكن في ناس عم تقرأ هم شعراء بيعتبروا الشيء اللي بكتبه جزء منه كتير شعر، لكن ما سميته ديوان شعري لأنه في نصوص جاءت على شكل حكم ما لها علاقة بالسجع، عشان هيك خليته يعني كتاب نصوص أدبية، ما سميته ديوان شعري بناء على هالشيء. حأقرأ لك شوي مثلا زي هالنص. ليس ارتباطي بك بخاتم يعانق إصبع يدي اليسرى، بل هو مقدس تعجز الحروف عن وصفه بطريقة مثلى. فأي نعيم للمرأة أكثر من رجل ربط حياته بها، شاركها تفاصيل دنياها العظيمة وحتى الصغرى. فلن أطالبك أن تكون لي رجلا إن لم أكن لك أنثى، لن أعاتبك على تقصيرك وأنا في وضع له يرثى.
كوني له أمة يكن لك عبدا فتلك موروثاتنا العظمى. ولأنك تحب الإيجاز في القول يا فتى أحبك هكذا دون شرح دون تفصيل وكفى. الله، جميلة جدا، وهيك يعني قصيرة، ويعني نقطة حبيتي هيك توصليها يعني بشكل سريع، بشكل مباشر وسريع. يعني لما بتحكي عن هذا الموضوع وبتقولي لي الزواج أخذك وبعدين، فبالتالي هل ممكن يكون دائما في له تأثير من تجربتك الشخصية على اللي بتكتبيه، وهذا يعني يعمم على الكتاب عامة؟ هلا في الغالب الكاتب اكيد بكتب نفسه بكتب الاخرين، يعني جزء كبير من نصوص دهاليز هي تشبهني انا على اشياء انا مريت فيها سواء سلبيه او ايجابيه. ايجابيه عشان حاب الناس يفكروا بهالطريقه الايجابيه اللي انا يعني اسقطتها على السطور هون، وفي اشياء مثلا انا عملتها سلبيه في حياتي سواء طريقه تفكير او سلوكيات بتقدميها كنصيحه للغير عشان ما يعملوها، عشان هم يعني يتفادوا السلبيه في حياتهم. فهو الكاتب المفروض يكتب نفسه كمان يكتب الاخرين، لانه انت اليوم توصلك قصة معينة، وجع شخص معين أو قصة نجاح، حلو أنه أنت كمان تقدر تكتبها زي كأنك أنت عشتها. هنا الشيء بيعتمد كمان على الإحساس، مدى إحساس الكاتب وقلمه بمشاكل كمان وهموم الآخرين، مش بس مشاكله الشخصية. يعني جميل. نداء، قلتي لي أنه أنت بتكتبي بكتير مدونات، قدي مهم السوشيال ميديا باتت الآن للكاتب؟ الكتاب موجود والكتاب الورقي له قيمته وله مكانة، هيك وانت بتقلبي حتى الورق مختلف تماما الشعور عن الاي بوك او الكتاب الالكتروني او من خلال المواقع، لكن قديه المواقع التواصل قديه كان لها والسوشيال ميديا عموما قديه كان لها دور في ايصال كلمتك او الخاطرة اللي انت بتكتبيها للناس؟ هذا الشيء مهم اللي هو نحن دائما نحكي عنه، نحن هلا في عصر السوشيال ميديا، يعني حتى صح في كتاب زمان كتبوا كتب ورقيه وما كان على دورهم سوشيال ميديا ونجحوا، لكن هلا انت في وجود سوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تويتر عم بتعجل وصولك لشريحه معينه من القراء، شريحه كمان ممكن تكون مثقفه ممتازه، يعني تكون لها تاثير في مسيرتك الادبيه او اي مسيره، انت مثلا رسام او موهوب في اي شكل من الاشكال. السوشيال ميديا هلا له تاثير، انت اليوم لما يكون عندك عدد متابعين واصدقاء مثقفين هدول يعني بيكونوا هم بالنسبه لك مكسب كثير كبير، اي نص انت بتحطه ممكن يكون في نقد بناء، ملاحظه معينه انت تستفيد منها، يعني هذا الشيء انا في البدايه بلشت بالكتاب الالكتروني وعملت الصفحه وكتبنا مقالات وهيك، بعدين الواحد فكر موضوع الكتاب الورقي لما شاف انه كلمته عم توصل عبر السوشيال ميديا فكر بالكتاب الورقي، لانه في النهايه الفضاء الالكتروني ما في له يعني ضمان، في سرقات ادبيه ممكن بلحظه تختفي هاي الاشياء ما راح الواحد بيعرف، بضل الكتاب الورقي هو بصمه يعني مدى العمر للانسان يعني بيحتفظ فيه، لانه الكتاب الورقي لا يندثر ولا يموت. فهي هاي النقطه مهمه جدا انه السوشيال ميديا قاعده جماهيريه منيحه توصلك لحتى تعمل انت شيء عملي مثل كتاب ورقي او شيء يعني موجود على الواقع. دائما بنقول وخير جليس في الزمان صحيح كتابه 100%. انا بدي اشكرك نداء ويعطيكي الف عافيه. الله يعافيك، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، يعني بنشوف لك كتاب ثاني ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. شكرا دانا على الاستضافه وشكرا للتلفزيون الاردني. يعطيك العافيه. الف عافيه. شكرا اعزائي، ومن الكتاب الى الشعر رح ننتقل واياكم الى تقرير اعده لنا الزميل يوسف دلوح عن الشاعر حبيب زيودي رحمه الله. هالندوه طبعا كانت تتحدث عن حبيب زيودي الشاعر، خلينا نشوفها مع بعض.